كل سنه وانتم طيبين. اهلا وسهلا بك. طيب. يعني انا دايما لما باجي هنا بحس بنوع من الفخر ان انا ببيت الدكتور احمد شفيق. ده بيتك بيتك وكل سنه وانت طيب. ودي ايه المره الكامل اللي يمكن العشرة بنجاح عظيم زي المسرحيات كده. ما دام انت في البرنامج لازم يكون في ربنا يخليك. المرايه اللي جنب الباب دي انا لفتت نظري، قلت اكيد ده اللاست تاتش بتاع الدكتور قبل ما طبعا. ها النهارده لا ده نازل النهارده نزلت مناديل جديده يا دكتور. بقى دول كام واحد مع بعض؟ دول دلوقتي احنا ثلاثة. طب عايز قبل ما نخش نسخن مع بعض، عايز اشوف في المرايه والدكتوره موجوده معايا اتفرج برضو التاتش بتاع احمد شفيق ستايل بقى في المناديل بيتحطوا ازاي؟ لا ده سر ده بقى. لا يعني ليه طب ده اوبريشن. اوبريشن ايوه دي اوبريشن تكنيك. ماشي حد شغلش ما تخافش. يعني انت بس ليه انت انا عايز اعرف اختلطوا مع بعض ازاي. يعني شفت بقى ده مش هتقدر ده تكنيك نيو تكنيك شفيكس مش عايز يفصح عنها. وده اللي تحتيها ده قلم ثم شوف داخلين في بعض ازاي. شوف هو بقى بفن بيعمل. بس انت سمارت قوي الدكتور، انت عامل نوع معين من الرجيم. طب ما تقول لي عليه بس. لا ما بناكلش غير السلطه وناكل شويه الخضار وخلاص. عيش ممنوع، رز وبطاطس ومكرونه ممنوعين. الصبحيه شويه السلطه وجنبهم شويه فول مدمس، لان انا الفول المدمس بيشعشع. شوف بقى الفول المدمس بيقفل مصر كلها. هو بقى بيشعشع. الله لا ده خلاص ده دعوه دعوه لتناول الفول المدمس. هو اكتر دعايه ان لو الناس لا دي معلومه جميله.